تمام الواحدة ظهرا هنا في الدوحة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أولى نشراتنا لهذا اليوم، ونبدأها كعادتنا بسم الله الرحمن الرحيم بالعناوين. القدرة الاستيعابية لميناء حمد سترتفع بمقدار مليون كونتينر خلال السنتين أو الثلاث. سعادة وزير المواصلات والاتصالات يؤكد رفع الطاقة الاستيعابية لميناء حمد بمقدار مليون حاوية خلال 3 سنوات. اللجنة القطرية الصينية تعزز آليات التعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري يسجل أكثر من 49 مليار ريال. مطار حمد الدولي يحصد جائزة تجربة سفر المستقبل آسيا 2019 في سنغافورة. أكد سعادة السيد جاسم بن سفل سليتي وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة موانئ قطر أن القدرة الاستيعابية لميناء حمد سترتفع بمقدار مليون حاوية خلال السنوات الثلاث المقبلة من الشحن وإعادة الشحن، وذلك ضمن خطة الدولة في تحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي حيوي في المنطقة. جاء ذلك على هامش التوقيع على اتفاقيتين خاصتين بميناء حمد وميناء الدوحة، الأولى بين الشركة القطرية لإدارة الموانئ مواني قطر وشركة MSC، والثانية بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة البحر الأبيض المتوسط للشحن البحري. بتوقيع هذه الاتفاقية بين موانئ قطر وشركة البحر الأبيض المتوسط للنقل البحري، ثاني أكبر شركة شحن بحري في العالم، يدخل ميناء حمد مرحلة جديدة من الريادة. فالشراكة المحورية بين الجانبين ستمكن الميناء بدءا من يناير المقبل من استقبال 150 ألف حاوية نمطية سنويا تصل إلى مليون حاوية بحلول 2023. القدرة الاستيعابية لميناء حمد سترتفع بمقدار مليون كونتينر خلال السنتين أو الثلاث من الشحن وإعادة الشحن. راح يكون الهدف الرئيسي كما بنته الوزارة وخطتنا الاستراتيجية من جعل ميناء حمد ميناء إقليمي محوري في المنطقة. فلا شك أن هذه الكمية بالإضافة إلى الكميات السابقة والخطوط اللي تم وضعها وافتتاحها سيساهم من جعل ميناء حمد ميناء رئيسي، ثاني أكبر ميناء في المنطقة. الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة MSC تأتي ضمن خطة اللجنة العليا المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، تلتزم بتوفير أكثر من 4000 غرفة على متن البواخر السياحية الفاخرة للشركة خلال البطولة، ما يساهم في جذب قرابة 6000 سائح إلى الدولة. تميز في الإقامة والفندقة اللي وقعتها 2022 شيء خيالي، راح يكون موجود من القرف الفندقية من خلال البواخر. وأنا كذلك أدعو الجمهور مشاهدة أول باخرة تاريخ 28 أو برنامج إرشادي راح يكون فيه من السياحة لأول باخرة بهذه الحجم تصل إلى ميناء الدوحة. لكن البواخر التي تم التوقيع عليها هي في الواقع أكبر من هذه البواخر وصديقة للبيئة. MSC cares very much for this relationship with Qatar. MSC تولي أهمية كبيرة لهذه الشراكة مع دولة قطر. نحن متخصصون في الشحن البحري وأيضا الجانب السياحي، وهذا ما تمنحه لنا الاتفاقية. ستكون قطر في مركز العالم في إدارة عمليات التصدير وإعادة التصدير واستقبال أكبر عدد من السياح على متن بواخرنا، وهذا ما نعمل عليه حاليا بتقديم محفزات لعملائنا لاستكشاف قطر. اتفاقية إذن تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات ستضمن استغلالا أمثل لقدرة ميناء حمد المتطورة، كما تعزز تنافسية دولة قطر على خارطة النقل البحري الإقليمي ومسارات التجارة البحرية الدولية.